لك صرخ بهدل عصب لك سب طالب بحقك ما رح تتغير بنوب العمى لك انت مثل العنزة اللي رايحة على المسلخ وناطرة شي حدا ليجي ويذبحها انت كنت مثل ابني مثل بس كنت بتعرف انك رح تخسرني بالاخر من شان هيك ما وقفت معي وانا ما قدرت خليك تحبني لا تحكي هيك ما في لزوم ما تكون قبلك عن لا تخاف قول حاجة خانق لا تضلك جبان وقف معي دافع عني لك احمي ابنك ولا بدك تترك لهم الساحة شو بها الولد معصب بدي روح شو شبه شبك عكاش عكاش قوم عكاش خلينا ناخذك على البيت يلا قوم يلا ليش عيطت عليه لك ابني مالك شايف شلون صاير وضعه يلا امشي عكاش شد حيلك شوي يلا على مهل بعرف انه وضعك صعب ومن حقك تتضايق مزبوط بس هالمسكين ابوك شو ذنبه شو بيعمل لازم تفكر بالموجودين حواليك يا ابني مو بس انت لحالك عم تتعذب طلع بحالتنا شلون صايرة ما كنتي بتعرفي ما هيك وشو كنتي رح تساوي يعني صاحب هالمزرعة الكبيرة بيكون احسان بيك شو كنتي رح تحكي من يوم اللي خلق ولسانه طويل هالولد رسلان كيفك خير شو بدك ولا شي بس اجيت لحتى اشوفك روحي هلا ماني طايق شوف حدا بالعكس هلا احسن هلا انت محتاج لحدا يوقف جنبك بمشكلتك ملك روحي انا اصلا ماني عرفان حالي شو بدي اعمل روحي ما بدي اغلط بحقك انا وقت اللي بعصب بحرق الاخضر واليابس ماني طالع من هون لحتى اخذك معي وشو ما بدك ساوي ما بيهمني يلا انا خلصت خلونا نفكر بالموضوع لانه كتير مهم وحساس شوف هاللوحة مو مالي كريم ممتاز انتو اتنيناتكم طيبين وعلى نياتكم وانا مضطرة اكون صاحبة النية السيئة هالمرة لانه ممكن نتعرض لمشاكل كتير كبيرة نعرف انه رسلان زلمة صعب التفاهم معه عم بحكي عن مستقبل الشركة كلها كريم خلينا نسمع بالاول ظهور رسلان وانضمامه للعيلة غير بعض الإجراءات القانونية إذا ما كان كلها هلأ من حقه يكون شريك بكل شيء عنا وبيقدر يرفع دعوة علينا مو خطير هالوضع برأيكم؟ بس هذا حقه ولازم يكون متساوي مع الكل ليش متساوي يعني؟ وعلى أساس شو ليكون متساوي؟ لأنه ببساطة ابن خالتي وبيقدر يعمل يلي بده إياه طيب أنتوا بتعرفوا شو بده؟ لا أكيد الزلمة تفكيره ونظرته للأمور غير نظرتكم إله خلونا نتوقع الأسوأ لحتى ما نندم حبيب تحكي مع رسلان أول شي حاولي تفهمي منه وبعدين بنحكي بالموضوع هلأ ما في داعي نكبر القصة بدون سبب هاي فاتن كيفك حبيبتي؟ طمنيني شلون الوضع عندكم؟ شلون بده يكون يعني؟ كلياتنا مصدومين عم نحاول نهدي حالنا قد ما بنقدر بس بابا ما مبين منوب وعاصي ما لهون وانا كل ما بفكر بالقصة تطلع روحي شو بدنا نعمل كريم ايمي هالدراب السخن من ايدك بقى لك كريم بعد شوي بحاكيك يلا باي نريمان خانم عم تصرخ على فاتن معقول تخليها تسكر الموبايل بوشي لك بهدلت البنت شو هالحماية اللي عندي انا امك يا بنت وانا اكتر وحدة بتمنى تشوفك مرتاحة ومتهنية بحياتك مو بس انتي واخواتك كمان بتمنى تكونوا احسن عالم طبعا ماما بعرف هذا الشيء بس شو صار لشو هذا الحكي هلا ليشو يلي ما صار فاتن كلياتنا شفنا وفهمنا الا انتي لسه ما فهمتي سهيلة من اول ما اجت ما كان بدها كل هالجوازة من اصلا ومن اول ما اجت لتطلبك كان باين عليها باين كل شيء على وشها من اول يوم هدول ضحكوا علينا يا فاتن اجت وقعدت عنا بالاجباري كانها قاعدة بالمحكمة ليش لحتى مناسب هيك ناس ليش ماما انت شو قصدك بالضبط كريم شو دخله بكل شي صار يعني بدك تحملين الذنب القصة اللي صارت بين ابي وسهيلة خانو من يوم رايح ما عاد اقدر اتحمل هالمرة وما بعرف شلون بيوم من الايام رح نتطلع بوش بعض وموضوع هالجازة لازم نرجع نفكر فيه منيح يسلم ايديك يا الشوربة
عن جد بحياتي ما بدأت أطيب منها. انتو جبتوني على بيتكن مشان قصة العزيمة، بتعرفي براسكن موال تاني. خالتك كان بدها تساومني. أنا ما كنت بعرف أي شي خالي، كل اللي بعرفه أنها كانت عم تدور على ابنها. البنت ما دخل أمي، ليش هيك عم تحكي معها؟ بدك نروح؟ لوين رايحين؟ شو ما بدكن تكملوا أكلكم بالأول؟ لا تخافي أمي ما بتأخر عليك، شوي صغير وبرجع، ما تاكلي هم، ما رح نطول. مشوار صغير وبيرجع فورا. بس لغير ثياب، ما بطول. افتح تمك. يلا. خلاص يا الله، شو بدي اقول لكريم؟